الو حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام مثل ما انتم شايفين. اليوم جيتكم بلعبه جديده، اوكي؟ لعبه صراحه يعني عندي فكره بسيطه عنها. فكره اللعبه يا طيبين انه نحن في عالم الحجر، يعني بدايه الانسان العاقل، اوكي؟ مثل ما انتم شايفين هذا الكوكب. طبعا هذا الكوكب شباب، كوكب افتراضي يعني، اوكي؟ كوكب يعني مكتشف جديد يعني بنوع ما، وهذا الكوكب يعني اسمه اللوز، كوكب اللوز. فهمت علي شلون؟ مثل ما انتم شايفين اول ما ندخل هون، هون في عنا قبائل، اوكي؟ في عنا اكثر من قبيله هون بالاخضر. عندي قبيله فيها موجود فيها اربع اشخاص مثل ما انتم شايفين. اسم اللعبه ما اعرف اذا قلت ولا سابينز، اوكي؟ عباره عن القبائل. طبعا هون بالاخضر دول قبيلات عاديين، في منهم سبعه اشخاص، يعني لازم انا اختار واحد من قبيله وانضم لاحد هالقبائل، اوكي؟ عن هي هارد، هي نوع هارد، اوكي؟ يعني يا حبيبي والله الوضع صعب، اوكي؟ هون عنا بالاحمر، هذه عنا القبيله هي فيري فيري هارد. لكن يا شباب ما بدنا يعني بالبدايه بدنا نعمل شوي شوي، بدنا نشتغل شوي شوي، والصراحه رح اروح على شي مكان يكون فيه ايزي. اوه هي ايزي، هي حلوه، في بحر، في كل شيء، في كل شيء، يعني رح يعني يكون باللوس. نجي هالمنطقه هي، والله عم يقول لك هون تروبيكال تك تاك بين واشياء وهوت سمر ودنيا يعني صيفي ما صيفي، ويعني يا سلام عليك. اوكي خلينا نختار هالقبيله هي، ندخل نشوف الوضع شلون راح يكون. اوكي طبعا يقول لك تشويس ترايبل، اوكي الاول، اوكي تمام. يور سبين ار جوينج تو وونت سموير تو سليب، اوكي عم يقول لك لازم نحط السبين تبعتنا هي، القبيله تبعتي هي. اوه هي قبيلتي، هلا والله، اهلا معلم، شلون هذا؟ مانش، اوكي تمام. وهالقبيله لازم نحط لها مكان النيمون، تمام. شو راح النيمون؟ اوكي هلا بالشباب، هلا بالقبائل، اوكي. يعني انا بدي اساعدهم واظبطهم يعني ونكتشف مع بعض. طبعا الدنيا هون حر، بدنا نشوف صاحبنا هذا شو اسمه؟ طب الشباب هلا، مين انت؟ انت شو عم تعمل انت؟ اوه اخونا معلم مريح على الاخير، قوم يا ولد، قوم روح هونيك، يلا قوم. اوكي والله شيء حلو، لا طريق بداية حلوة. اوكي طب هون شو في هذا؟ اوه هذا طفل صغير هذا. لا انت قوم يا ولد، قوم، انا اعمل له هيك موف وايت هير. اوكي يلا امشي لهونيك، تحرك. اوكي هذا ولد صغير، اوكي تمام. الان الله عنا هالشجرة هاي، اوكي بدنا نعمل لهم المخيم، لازم نصنع مخيم تبعون عشان يقعدوا يجهزوا حالهم. اصبر شوي، كيف راح نظبط لكم الوضع انتوا؟ اوكي ها بيلد، اوكي الصناعه تمام. الصناعه شو هنا معلم؟ عم يقول لك نعمل هي مسخين، نعمل بيلد، اوكي نصنع المكان الحجري، اوكي والله كفو عم يصنع صاحب قولي بس. اوكي هذا عم يشغلوا، نعم يصنعوا تمام، اوكي ها عم يصنعوا، كلهم عم يشتغلوا كفو. بداية ال تمام. crafting area job slope is to speed to sleep، عم يقول لك اوكي نحطها هي هون. الشباب عم يشتغلوا هلا تمام، بدنا نشوف شو نقدر نشتغل، نعمل كونسل. لا اوكي الشغل شغال تمام، يا سلام كله عم يشتغل نايس. ابو ولك الله ضحونا، كنا عم يشيل الصخر عم يظبط عاش. سلام يا سلام، الله الله على العيلة الجميلة. بس هذا شو عم بيعمل هذا؟ هذا واقف له، تعال تعال واقف له، يلا تحرك له، يلا قوم قوم. ايوه نايس صراحة. اوكي صنعنا هذا المكان هيك قاعدتهم، حلو. الان رح نرجع نعمل اف واحد، بدنا نصنع الفايند اور كرافت. هي شو هي؟ اوكي ستور، هي يمكن المكان اللي حسب فهمته. اوكي شو هذا؟ اوكي شو عم بيصير هون؟ عم يشتغلوا الشباب، اوكي عم يجمعوا. مكان التجمع يمكن هون، اوكي عم يجمعوا هون، نايس. اوه الشجره هي، ايش شجره مثلا؟ خلينا نجي نعمل هيك سيد، او ال 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 البذور نوعا ما، راح تجيب منا البذور، اوكي ممكن ينفعونا. اوكي يا سلام، هي مثلا خلينا نعمل هي لهون، هي البامبو اوكي نايس يا سلام، حلو. اها واخيرا صنعنا البيت اللي هو السرير، اوكي لازم نحط لهم السرير للطيبين هذول يا اصحابنا، يعني هذول يعني اوكي نحط كم واحد للشباب. بدنا نظبط لهم السريرين تبعيتهم، وين لازم نحطهم؟ اوكي هي نحط لهم اياهم بهذا الشكل،
اوكي هاي واحد وهاي اثنين، كل واحد سرير. تمام يا عيني يا عيني، نحط بالطرف الثاني. لازم نظبط، لازم لازم السريرين. اوكي عم يصنعوا كفو. وكم واحد قلنا نحن طيبين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. اوكي روح. صراحة يعني اللعبة كتير ممتعة صراحة، يعني شيء حلو كتير كتير. هذا قاعد مفكر، هذا مفكر صاحبنا هذا. اوكي السلام عليك، نايس يفكر. ايو لا 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 I'm sorry bro. وين كنا؟ لا مستنى مستنى. اوكي اوكي هون راح قاعد على مكان. اوكي هذا معناته شكله. اوكي هذا شو عم بيعمل هذا؟ اوه اوكي اوكي هون عم يقلك build. اوكي نجي لهون نصنع stop building. لا شغال build. اوكي هاي remove. تمام لازم يصنع. اوكي يلا اوكي نيد هاي اللي هي شو هي الهاي؟ ايوه بده القش اللي اسمه القش. نايس اوكي القش. هات لنجي لهون مثلا هذا كلير. اوكي يلا يا طيبي بدنا هيك تضبطونا المنطقه يعني هيك. ايوه واحد يشتغل. اوه والله يا شباب شغلوا التشغيلات باللوز. اوكي حتى الصغير عم يشتغل. يلا يشتغل نايس. اوكي هلا عم ينظفوا، عم ينظفوا المنطقه يعني عم بيسووها مسطحه وتمام. يا سلام هون عم بيحطوا الاستوكاج تاعهم يعني نايس والله شغالين الطيبين. اوكي هلا هي مكان الحجر نعمل لها ريموف. اوكي نعمل لها ريموف من هون ونظبط هون. اوكي السرير هون لازم يكون. اوكي الهاي اللي هو يمكن العشب نجي لهون. ناخذ هاي نشوف وخلي واحد كمان ياخذ هاي. وهي شجره قويه، هي شجره قويه هاي خلي على جنب. حابب اشوف مكان الاستوكاج. هون محط الاستوكاج. اوكي عندنا هون هذا المكان. اوكي نايس عم يجمعونا هون المكان هون الاستوك اللي الستورج. الستورج اوكي ستور ستوريج. ايوه هذا هو ستوريج مكان ال. اوكي شغالين. اوكي معناته هذا سباقي له السلام، ما عندنا المكان المناسب، لازم نجمع كمان اشياء. والله شباب مريحين مبسوطين. اوه يقول لي هون وانت جوي تريبي هون. هذول الناس مو معنا. اوه ريكريت. اوكي صار من جماعتنا. اوه حتى نقدر نكبر ال. اوه واو والله صارت بسرعه، صارت عندنا قبيله قويه. اوكي انا احد القبائل يعني شباب. انا زعيم القبيله بس، ولكن يعني فهمت علي شو مو مبين. اوكي والله كل قاعد عم يشتغل. هذا شو عم بيعمل هذا؟ هذا قاعد. لا ما اتفقنا هيك. لا انت بدك اياك تشتغل. يلا اشتغل. ايوه يلا على الشغل. شو يلا كل واحد يشتغل يلا. يا سلام هذا مكان الورود. اوكي بوت اوت. هات لنشوف هذا يمكن يجمعونا. راح نجي ناخذ نحاول ناخذ الاماكن ونصنع شوي شوي. والله قبيلتي كل ما عم تتجمع صراحه شيء ممتع. ايوه هاي هي القبيله الكبيره تاعتي يولو وكيسا ولاجا ولولو وحبيبي وإلي. طبعا هون الشباب هذول اعمارها 23 ادولت ما ادولت. هون اشياء يعطيني عندي الرول. بقدر بعطي لكل واحد الرول تبعه وبيظبط الوضع. نايس والله باللوس صمبلة باللوس. بيري حلو بيري بيري حلو نايس. المهم وين صرنا؟ اوكي لازم الديكور هون نقدر نعمل ديكوريشن اشياء البلانت. اوكي ديكور هاي شو هذا؟ هي نعمل هون هاي نجرب شو هاي. الديكور سوي معلم نعمل باب القبيله يمكن نعمل هيك هذا هيك المكان القبيله تاعتنا. اوكي عم يصنع يلا كفو يا سلام. وشوفي هون هذا شو هذا؟ خلينا نعمل هاي الى احجار خليها هيك نحطوا الاحجار هيك يعني انه هذا دائره القبيله تبعيتنا يعني الحدود. اوكي هون عندنا شيء فهمت في مهمات. اوكي هون تحت على اليمين عم يقول لك لازم تجمع اشياء وتتعلم اشياء ويخترعوا اشياء. اوكي هون عملت توتر. اوكي هون بيقول لك نيو عندنا صار اشياء جديده نقدر نصنعها مثل ديور ومدير وخيم وماخيم. يا سلام حلو. هون شو كمان سيلكس ملتي بلثينج يعني اختيار اكثر من شيء حلو.
طبعا هون عم يقول لك ستور 8 برانش. اوكي ها هون الشيء الاسطوري رح بلش بصناعه المنزل القبيله معلم. اوكي اوكي هلا شيء فهمناه رح نبعث هدول ينظفون المكان هدول كله ينظفون هذا المكان. اوكي هيك بهذا الشكل كله ينظفوا لي على السريع. ها هون تبعت الاكل وما اكل. اوكي يور سابين ار ستارتنج تو جيت هانجري او بلش يجوع الطيبين. تمام لازم نطعميهم شيء ضروري. دور على شيء محل او شيء فواكه او ما فواكه من الامور. وين راح يكون الفواكه يا الله؟ اني صار ليل استنى الصباح لازم نصنع لهم هيك اشياء للطيبين هذول مثل النار طب شيء يدفوا حالهم. واللي عنده مطر طيبين هذول معلم في مطر. اوه هذا شو؟ اوكي لازم بعد انفستنج نيد تو سبيرت. اوكي خلينا نبعث لهم يعملوا استكشافات. اوكي تعالوا 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 يا الله القبيله عندي للاسف شديد جوعان عم دور على الاكل خليني استكشف الاكل. اوكي هي شكل الاكل هي لازم نطعميهم. اوكي بياكل هذا. اوكي اوكي هذا لازم نجمع الاقتنات هذول. اوكي يلا تعالوا جمعوا جمعوا لنشوفوا جمعوا هالاقتنات لازم يكتشفوا. اوكي هون كمان هاي اها هاي كمان هاي هذول ورود ما ورود ممكن يعني ينفعوا هذا الشيء نشوف. اوكي بعتنا على الصيد هذول يعملوا هانت نشوف. يلا جيبوا الدجاجة دي الصيد معلم. بام اي والله صادو كفو. طب تعال لخرب بيتك يا جدع. اوكي يوز تعالوا جيبوا ايول راح يجي جيبها هاي هذي جيبها ايول. ايوه انتو كلوا 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 يا سلام. والان تعلمنا كيف بدهم يشعلوا النار. طبعا عم اكتشفنا اكثر من شغله حلو نايس شفنا اكثر من شغله اكتشفوا انه شلون كيف يشعل النار حلو. الان طبعا هذول قبيلتنا معلم جاهزين مظبطين هون الاكل والشرب هون يعني عندنا تفاحات جميله جدا حلو فيري نايس. اوكي اكتشفنا النار نايس نايس نايس. عندي هون هي التورش نحط لهم التورش هون هي شوف شو راح تصير. اوكي هذا شو راح يصنعوا يا سلام. وهي الشعل هذول التورش هذول التورش راح يساعدوا لي نار عشان يدفوا حالهم. نقدر نصنع اكثر وحده. هلا صار عندنا الكامب فاير كمان نقدر نحط هون الكامب فاير. هات لنشوف هات لنشوف راح يصنعوا. اوكي راح يصنعوا الان يلا تعال اصنع تعال. وهي الكامب فاير صار جاهز يعني عملنا مخيم اشي باللوز امورنا طيبه. اوكي الشيء الحلو هلا هون بلشنا نصنع الخيم الصغيره. راح نعمل راح نخلي هي الاساس هون نبلش نصنع الخيام كل شيء على الروق. طبعا اكتشفنا كيف نصنع الاحجار وما احجار هالاساس هيك وما هيك. اكتشفوا النار اكتشفنا كيف نصنع النار شو نصنع النار كيف نشعل النار. يا سلام صار نقدر الان نشتغل بما انه في نار وفي حمايه وفي ضوء يشتغلوا بالضوء يعني في ضوء بيقدر يشتغل كل شيء حوالينا من اسس الاساسيات. طبعا بلشت تعجبني كثير اللعبه يا جماعه. تو انا برايي هيك رح نوقف الان. اوكي رح نكمل ان شاء الله بالحلقه الجاي. لايك اذا تحبوا نكمل بهالسلسله لايكاتكم وإن شاء الله خير.